ما انت لما تذبحها يا تموت. ايه اكتر اكله تحبيها؟ فراخ والمكرونه برجر. لو انت في الصحراء ومعاك الكلب بتاعك، لو انت جوعت يعني ممكن تذبح الكلب وتاكله؟ لا لا. ليه؟ عشان دي روح زي زيه. طب ناقص ايه؟ الفراخ. يلا اعمل السندوتش. لا امسك. ليه؟ بح. شاطر. ليه؟ لا دلوقتي يا عم عامر، احنا عايزين نعمل سندوتش الشيكن برجر، ممكن تذبح لنا الفرخة دي؟ سيبها يا عم، سيبها سيبها يا عم، خلاص خلاص يا عم، سيبها سيبها خلاص يا عم. طب ما تقول لنا انت بتعيط ليه؟ ايه اللي مخليك تعيط؟ ها يا رحيم؟ انا شايف روح قدامي بتموت. طب يا حبيبي ما احنا بناكل لحمه وفراخ كده، ما هناكلها ازاي؟ ما انت عشان تاكلها لازم تموتها. عايزة تقولي حاجة؟ ماشي خلاص يا رحيم، تعالي خلاص ما تزعلش.